ألوان المديرين الأربعة، كتاب محاط بالرؤساء السيئين قسم المديرين لأربع ألوان. واحد، المدير الأحمر، هتلاقيه كده راجل موضوعي ما بيفرقش بين سوسو وتوتو، لو حد من تيمه عرضه ما بيتقمصش، واضح كده. المدير رقم 2، المدير الأصفر، ده مدير عنده ذكاء عالي، بيعرف يخلي الناس تحبه، ينقل لهم الأخبار الوحشة وكأنه جاي يكرمهم، بيعرف يبقى إيجابي، بيكسب ثقة التيم بتاعه، بيكبرهم كده ويديهم ثقة في نفسهم، ياخد حقهم، بيهتم دايما إن بيئة العمل تبقى صحية، وبيخلص بسرعة من الناس اللي بتحاول تبوظ أجواء التيم. رقم 3، المدير الأخضر، ده بقى مدير على قديمه، ما بيعرفش ياخد قرار، بيكره التغيير والتجديد، بيستخبى وسط التيم بتاعه كده ويحلق عليهم، وبيحاول يحميهم من أي تغيير. من الاخر ده راجل كده عايز يفضل في مكانه وياكل عيش. المدير الرابع، المدير الازرق، ده راجل منظم، دقيق، عنيد، مركز في التفاصيل، بينتقد الناس بحدة، صريح زيادة عن اللازم، انما حقاني، بس الاخطاء ما يفوتهاش. قولولي مديركم طلع لونه ايه، ولو ما لقيتلوش لون من الالوان دي يبقى المدير الشفاف مش مدير. ده